من خطبة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم: فإن الشقي من حرم غفران الله في هذا الشهر العظيم. إن سبب الشقاء هو إضاعة الفرصة بعدم الاستغلال الأمثل للضيافة الإلهية. عن الصادق عليه السلام: من لم يغفر له في شهر رمضان لم يغفر له إلى قابل إلا أن يشهد عرفة. ضيافة الكريم أم شقاء إبليس؟ مع سماحة السيد ميثم المحافظة، الليلة في مأتم المرخ.